احلى حاجة لأي ست انها تقوم من النوم الصبح تلاقي بيتها متروق وعندها اكل وغدا اليوم. ياه، شعور لا يوصف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا ومش كتير يعني بعمل كده، يعني على حسب الصحة والطاقة. ويعني روقت البيت بالليل، خلصته قبل ما انام، واقف على اوض النوم بس بتاعتي وبتاعت الولاد، وجهزت حاجات الغدا بتاع تاني يوم. مش عندي غدا لكن جهزت. ده المطبخ، انا داخل الحمد لله ما عنديش مواعين، خلص المواعين ده اقول ايه ده هفرزينه. مش غدا النهارده، غدانا النهارده محشي يا جدعان. القلقاس ده بس انا يعني فرزنت حاجته اول امبارح، وهو بقى كسلت عشان التقطيع وكده، وانا خلصته وغسلته كده بس نسيت اشيله بالليل او تعبت بقى فسبته. المهم حطيت فيه شويه خل وسبته يتنقع شويه وهشطفه شطفه حلوه كده، واديني حطاه يتصفى عقبال ما احضر الفطار للولاد. اروح بقى احضر الفطار للولاد عشان النهارده الغدا محشي يا جدعان. صحيح انا مجهزه حاجته بس برضو علشان نلحق وقتنا عشان عايزين ننزل نروح رنين النهارده. ده الفطار بتاع الولاد انا جهزته. اما فطاري بقى مش محتاجه اصوره، انتوا حفظتوا فطاري، فطار العيانين يعني. خلاص كده القلقاس خلاص انا شيلته عشان افرزينه، وهوريكم السلق والخضره اللي انا فرزيناها من اول امبارح. الكيس دي حلوه جدا يا جماعه، ولما تفرزيني كده وتجهزي الحاجه وتبقى على الطبخ على طول برضو بتوفر معاكي وقت ومجهود كبير قوي. الكيس دي اسمها كوين محكمه الغرق، بتتباع في فتح الله 20 كيس بحاجه وعشرين جنيه، بس اختراع يعني اختراع زي بتاعت ايكيا، بس بتاعت ايكيا اغلى طبعا. كمان انا بعيد استخدامها يا جماعه، بعد ما بتفضى بغسلها وبعيد استخدامها تاني، فهي حلوه قوي. ان شاء الله الشهر الجاي اجيب المقاس الاكبر عشان هحتاجه في حاجات تانية باذن الله. المحشي بياخد وقت وغلبه في تحضيره كده، فقلت اجهز حاجته من بالليل. سلقت ورق العنب وحضرت التسبيكه بتاعت المحشي وغسلت الخضره بتاعته، واللحمه تبلتها ببصله وملح وبهارات لحمه، وجهزت كل حاجه على اللي هي نعمل اللي هي خلطه المحشي، بس نجهزها نحط كله على بعض ونحشي على طول وندخل على الفرن. دي الحاجه بتاعتنا. يا سلام بقى لو كمان حشيتي من بالليل وسبتيها على السوا بس يبقى تمام، بس انا ما قدرتش يعني، فالحمد لله يعني اللي انا انجزت كده. المهم هو مش هياخد وقت باذن الله، احنا هنرص كل حاجه وهنقعد بقى نفرش في الارض فرشتنا ونلف بقى ونحط حاجتنا. تمام، دي حاجتنا اللي احنا محضرينها. خلاص اروح بقى واحضر حاجتي. بس قبلها عايزه اوريكم الكيس ده، كيس شوربه مواسير انا بجيبها كل شهر بسلقها وبحطها في اكياس اللي هي بتاعه كوين دي، بتنفع في تحط على اي نوع طبيخ، على المحاشي بتدي تيست حلو قوي. وكمان هي مفيده لان كلها بهاريز، وده كولاجين طبيعي يعني للركب وللبشره وكده. خلاص جبت البرام وبحط البصل وشرايح البصل والطماطم واللحمه، وهقعد بقى ايه الف بقى كده مع نفسي في الارض، وبعد كده انقلهم بقى في البرام. انا كده رصيتهم في صينيه. خلاص كده لفينا وهننقل بقى البرام بتاعنا ونحط الشوربه بتاعتنا نصفيها، احط عليها معلقه زبده ومعلقه صلصه وتبلها وشرايح ليمون والغطا وفويل وعلى الفرن. وكده بعد ما طلع من الفرن انا بختصر معاكم الخطوات علشان ما اطولش عليكم، وده الشكل النهائي وده غدانا. وعملت جنبه بقى لغايه ما المحشي استوى، عملت صينيه كوسه بالبشاميل اللي انا بحبها جدا ومعشقها، وبقى وفضل شويه خلطه حشيت كام قرن فلفل عندي. الكوسه في الحقيقه البشاميل انا عاملاها ليا، خفت ان انا ما اعرفش اكل المحشي وكده، فعملت صينيه صغيره كده ما خدتش اي وقت معايا، لان انا عندي لحمه مفرومه متعصجه في الفريزر. اي حاجه عندك بتبقى جاهزه متعصجه متبله بتنجز معاكي وبتوفر معاكي كتير الصراحه، وبتخليكي ما تكسليش انك تعملي اي حاجه. فانا طلعت اللحمه بس، والكوسه عندي يا دوبك قطعتها وشوحتها. مش هقول لكم الطريقه باذن الله بالتفصيل، هنزلها لكم في فيديو لوحده، ومش عايزه اطول عليكم الفيديو ده علشان ما يحصلش ملل وكده. انما الصراحه طلعت حلوه جدا، البشاميل طلع جوسي كده وحلو، وانا بقطعها وهي سخنه علشان احنا كنا جوعنا الصراحه وعايزين ناكل وكده. بصوا بقى الجبنه، مطه الجبنه دي اللي هي الحمد او الحمد، اول مره اجيبها، حلوه جدا. الموزاريلا او الميكس شيدر بتاعها تحفه برضو. طبعا هي لو بردت شويه وهدت هيبقى التقطيع احسن يعني، وتطلع القطع بقطعتها احسن، بس هي لسه سخنه.
وتفضلوا معانا. طلعت حلوه جدا الكوسه، وانا من عشاق الكوسه، اخف من المكرونه بالبشاميل كمان وافيد، لان هي خضار في الاول وفي الاخر. وده كان غدانا بقى، واتغدينا ونزلت انا وابني ورحنا رنين. الترابيزه دي اللي هتشوفوها عجباني قوي بتاعه التلفزيون، كانت نازله الشهر اللي فات ب 400، بقت ب 525، وكنت عايزه اجيبها وهي ب 400، بس زوجي قال لي لا خشبها مش هيطلع حلو وكده، بس انا حاساها بالنسبه لسعرها حلو قوي. دي الجزامه ب 500 وحاجه برضو، انا حاساها بالنسبه للخشب، انا مش عارفه خشبها. لا انا مرانين انا وابني انقذيه، كل ما اخرج معاه في حته اقول له اعزميني. الواد ده تعالى عندي كده عشان في توك توك جاي. الواد ده مستغل درجه اولى، صح يا محمد؟ صح مستغل قوي. سيبك على مزايا يا محمد. ايه ايه ما احنا عندنا عزمته بقى وامر لله. رحنا كيك لافرز في الهانوفيل جنبنا برضو مش بعيد، وهو اختار المدلعه اللي هي طبقه كنافه وطبقه بسبوسه وطبقه نوتيلا، وانا اخدت تشيز كيك لان هو اخف حاجه، كله كريمه وكده فيبقى اخف حاجه بالنسبه لي. ونروح بقى ونشوف جبنا ايه من رنين. قبل ما نقول جبنا ايه من رنين، الترابيزه عايزه اخد رايكم فيها. انا حاسه ان هو نفس الديزاين بتاع ترابيزات ايكيا، بس ايكيا بتبقى بيضه يعني وكده، وكمان ايكيا غاليه جدا، معديه ال 2000 جنيه او داخله في 2000، يعني بتبتدي مثلا من 1700 1800 وطالع الترابيزه. وكمان الخشب بتاعها مش زان ولا حاجه، ده اللي هو الام جي اف اللي هو المضغوط ده، فحرام الصراحه يدفع مبلغ عالي كده في الام جي اف. وفي نفس الوقت لو عملتها زين برضو هتتكلف كتير يعني، فانا شايفه ان دي حلوه وسعرها كويس، فقولوا لي رايكم. انا ما جبتش حاجات كتير من رنين، هستعرض معاكم بسرعه كده الحاجات اللي انا جبتها. الاسعار مش عارفه لان انا جايبه الحاجات، انا قلت لكم الفيديو ده من مده يا جماعه، بس هحاول احط لكم كده على الشمال الاسعار اللي هي في الوقت ده. اول حاجه هو عرض اللي هو العلب ده بتاع زهران، حلو جدا يا بنات، انا بحب علب زهران جدا، وبحب طبعا لوك اند لوك، بس لوك اند لوك بتبقى اغلى. فدي العرض ده انا مش فاكره بكام الصراحه، هو يعني روب رنين بتنزل على طول على الفيس، والعرض ده كان من فتره فمش هيبقى متوفر دلوقتي. هو تقريبا كان ب70 جنيه حاجه كده، هما 3 قطع وكان ال4 قطع عاملين تقريبا 90 جنيه. اهو خامته حلوه جدا، بيدخل الميكروويف. طبعا يعني مش انا اللي هقول على زهران، محكم الغلق طبعا. اهو شايفين الخامه، شايفين تحفه الصراحه. اهو طبعا حلوه جدا، اهو بتخش الميكروويف وبتخش غساله الاطباق، وطبعا رقم 5 صحي، انا مش شايفه اكتر من كده الصراحه. وطبعا مغلق، وبعدين ينفع كمان لولادكم لانش بوكس لانه محكم جدا، لو رايحه في اي حته عايزه تاخدي اي حاجه معاكي، تحطي السلطات الجبنات. طبعا بيدخل في الفريزر كمان، واحلى حاجه فيه ان هو بصوا الخامه وان هو محكم الغلق. اهو وادي العلبه حلو جدا يا جماعه الصراحه، العلب دي يعني بتنظم الثلاجه وبتبقى مريحه جدا. جبت كمان الصوصات بتاع الصوصات ده، مش عارفه الواحد كان ب7 او ب6 مش فاكره، كان نفسي في الابيض بس ما لقيتش الالوان، كان متوفر احمر وازرق واصفر، جبت الاثنين دول. المعالق دي بقى يا جماعه عجبتني جدا، خامتها كمان روعه روعه. هاتي مقص يا مريم، خامتها روعه، بس هما 3 مع بعض تقيله قوي قوي قوي. الثلاثه عاملين 65 جنيه تقريبا، فانا قلت اجيب 3 والشهر اللي وراه اجيب 3، بس انا ما روحتش تاني الصراحه، فباذن الله باذن الله لما اروح رنين هجيب 3 عليهم. كمان عايزه اجيب الصغيرين بتوعهم لغايه ما مريم تجيب لنا مقص. دول بقى اللي بيتحطوا على السفره بالكوسترات بتاعتهم. مريم جابت المقص اهو، ماشي نقص ونفتحهم. اهي يا بنات المعالق، فظيعه وتقيله جدا ومحمله. بصوا بصوا سمكتها، بصوا حلوه قوي قوي.
تحفة. الصناعة بتاعتها made in، لا مش شايفة يا جماعة، لا هي مصري مصري بس شغل نظيف يعني، شغل عادي، شغل استيراد. تمام. جبت دول بتوع السفرة برضو، شكلهم حلو عشان التصوير وعشان السفرة، وعشان هخلي واحدة منهم للتقطيع كمان لان خامتها حلوة جدا عجباني اهي، الوانها حلوة جدا. ومعاها تلات كسترات، ست كسترات، هما ستة ولا اكتر، تلاتة اربعة خمسة او ست كسترات اهم، الوانهم حلوة تحفة عجبتني جدا فجبتهم اهو. هو الشكل كده هو الفلامينجو حلوة اوي يا جماعة في التقديم. صفرت المواعين العسل الحلوة دي عجبتني جدا جدا جدا، اول مقاسها كبير فبتاخد مواعين كتير، خامتها حلوة اوي محملة كده، والفينش بتاعها حلو اوي، ب100 جنيه، في ارخص، في بحاجة ب50 وفي بحاجة ب40، انما مش الخامة اخف ومشرشرة كده، كمان معاها صينية فده عجبني جدا جدا ان هي يبقى تحتها صينية عشان اي حاجة مية سوائل اي حاجة سوائل ايه مية يعني تنزل من المواعين او كده فتبقى في الصينية. كنت هجيب بتاعة ايكيا بس لقيتها من غير صينية من تحتها، فدي بالنسبة لي افضل. كان نفسي كمان في اللون الجري ده، الماركة بتاعتها ايكو، في انواع كتير هناك وفي جميع الاسعار، بس دي اكتر خامة عجبتني. كان نفسي في الجري طبعا بس عشان مطبخي سيلفر في احمر بس ما لقيتش فجبت الاحمر وخلاص، انما هي عملية جدا جدا ونفعتني جدا جدا جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا باي حاجة من الفيديو ده ويكون عجبكم. ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.